خير؟ ما انت خارجه، ما كنت قلتي لي، ما كلمتك من المخزن. وقت نسائي سوري وصل ولازم اكون في استقبال. طب ما قلتليش ليه؟ على الاقل كنت اتعشيت بره. نسيت ايه؟ الدنيا خربت؟ لا لا خربت ولا حاجه. وبعدين ما تتعشى مع ام سلامه وبنتها، ما انت متعود، على الاقل بيفتحوا نفسك. عن اذنك. فين يا استاذ منعم؟ هو انا مش هحضر السفره ولا ايه؟ يا ام سلمى مفيش داعي، انا هطلع اشم الهوا. على فين يا استاذ عبد الملك؟ خارج. ده انت لسه داخل من شوية، انا كنت على البوابة وشايفاك وانت داخل. يعني الولاد ناموا والهنك خرجت، يعني اشوف حد من اصحابي عشان اقعد اتكلم معاه. طب ولو قلت لك اقعد معاك انا تتكلم معايا؟ ماشي، بس ما نتكلمش في اي حاجة تجيب نكت. حاضر، اعمل لك كوباية ليمون تروق دمك الاول. لا 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 ليمون ولا حاجة، انا كده كويس. الا قولي لي يا اميرة، تعرفتي مرحوم جوزك ازاي؟ شفت بقى؟ اهو انت هو اللي بتجيب سيره النكت. الله يخرب عليك يا اميره. يعني عايزه تقولي لي ان سيره جوزك بتجيب نكت وانت مش كنت بتحبيه ولا ايه؟ احبه؟ ده انا شفته مره واحده يا استاذ عبد المنعم، يوم ما كان جاي يطلبني من امي، وساعتها ما كنتش عارفه انه جاي يشوفني انا. يلا اهو كل واحد بياخد نصيبه. تعرفي يا بنت اميره ان انت ظروفك عامله زي ظروفي بالظبط. ليه كده يا استاذ عبد المنعم؟ بعد الشر على الست لقى. لا انت فهمتي غلط، انا اقصد يعني ان انا شفت لقى برضو مره واحده، ساعتها عجبتني قوي، قلت هي دي. قعدت اتحنك اليمين وشمال لحد ما اعرف هي بنت مين، وعرفت ودخلت مع ابوها في شغل. وحياتك 3 ايام وكنت عندهم في البيت قاعد على السفره بغدا انا وهي، وبعدها باسبوع رحت جاي كاتب عليها على طول. هو النصيب بيجي كده. بس يا خساره، ما لحقتش اعرفها، ما لحقتش افهمها، مع اني متاكد انها من جواها انسانه كويسه جدا، لولا بس الوش الكاوتش اللي بتبقى لابسه ده لو تقلعه هتبقى احسن الناس. بس بتحبك. تفتكري ايه اللي افتكر؟ دي حاجات ما يعرفهاش الا احنا يا ستات. طب ما تعلمينا يا بت وينوبك فيها ثواب. انا اعلمك؟ ده انت سيد العارفين يا استاذ عبد المنعم. انا بتكلم بجد والله، بس انا ساعات وانا يعني مؤاخذه وقت بتكلم معاها يعني بحس ان انا واقف قدام صندوق متبرشم بقفل انجليزي معيش مفتاح. الكلمه الحلوه يا استاذ عبد المنعم، اي ست بتحب الكلمه الحلوه والحنيه. الحنيه مفتاح قلب اي ست في الدنيا. حاولت وحياتك وفشلت. انت بس اللي قلبك طيب واحنا هنا حبتين. عارفة يا بنت أميرة؟ العظيم انت زي العسل وجميلة جدا. ربنا يكبر بخاطرك يا أستاذ منعم. وأنا بنت بشحت ولا إيه؟ أنا بكلم بجد. عارفة لو الزمن يرجع بيها 10 سنين أنا كنت اتجوزتك أنت. ها؟ ودي تيجي يا أستاذ منعم؟ هي العين تقلع عن الحاجب؟ أحيانا بتعلى لما العين تورم. ايه يا بنتي في ايه؟ وانا قلت حاجه تزعلك ولا ايه؟ انت طيارات كل الناس دي، ده انا اتمنى اعيش خدامه تحت رجليك، ده انا نفسي اشوف. اميره اميره سي عبد المنعم، سي عبد المنعم.
المنعم. سي عبد المنعم. يا سي عبد المنعم. صباح الفل. صباح الفل. في ايه؟ الفطار جاهز. وانا جاهز. صباح الفل ياسمين والدلع والشياكة والتكتك. الله الله الله. ايه ده كله؟ صاحب الساعة كام؟ اقعدي اقعدي. صحيتي عملتي الكلام ده كله؟ كتر خيرك. حبيب قلبي والله العظيم انا كده هحسد نفسي على السعادة اللي انا فيها دي. ربنا يقدرني وافضل اسعدك كده على طول. طب قول لي كده احكي بقى اليومين دول كده ايه؟ مؤاخذة يعني مسافر كده نغير جو. مسافر فين؟ مسافر شرم الغردقة يعني كده بحر بقى وجو يعني. انا هروح الحتة دي يا سي عبد المنعم. انا مؤاخذة يعني اللي بيسافروا بقى احسن مننا في ايه؟ طب لو حد من معارفك بقى شافني معاك هتقول له دي مين؟ هقول له هقول له. شفت سكت ازاي؟ ليك حق. ميرا انا مش زعلانه. انا مش زعلانه. انا وانت انكتب علينا نفرح بس لوحدنا. لا حد يفرح معانا ولا حد يفرح لفرحنا. بعدين يا مالا انا بتغمى على الصبح كده ليه؟ طب لعلمك بقى عشان الكلمتين دول بقى احنا هنسافر وهننبسط واي حد هيقابلني هقول له مراتي حبيبتي اللي ما اقدرش اعيش من غيرها. خلاص بقى واللي يحصل يحصل. صباح الفل. يلا كل بقى يا سي عبد المنعم. كلمه زياده هنزل دلوقتي حالا اشتريك مايو هنزلك المايه. يا لهوي انا هلبس مايو. خلاص يبقى نسافر ماشي. خلاص اللي يعجبك يا سي عبد المنعم اللي تشوف. طب اقول لك ايه كتكوت بقى كده على الماشي. صباح الفل. ايه البق ده؟ طب يلا يا ده افتح حلو كده.